سيدات وسادة، تحية لحضراتكم في هذا الحوار الجديد. مشاهدين الكرام، في هذا الحوار نطرح مع حضراتكم ما بعد إقرار الدستور الجديد، وبشكل خاص خارطة التحالفات السياسية المتوقعة خلال المرحلة القادمة، خاصة مع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أيهما أقرب. للمزيد في تفاصيل المشهد السياسي المصري خلال المرحلة القادمة، أسعد مع حضراتكم في هذا الحوار بضيفي في الاستوديو، مع السيد المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة. باشمهندس، برحب بسيادتك، أهلا وسهلا. أهلا بك فندم. اسمح لي أتواصل مع سيادتك ومع السادة المشاهدين، ولكن بعد أن نتابع سويا مشاهدين هذا تقرير، ابقوا معنا. عقب الانتهاء من الاستفتاء على أول الدستور بعد ثورة 30 يونيو وإعلان نتيجته، أصبحت هناك خطوة تالية يتعين على الأحزاب السياسية أن تخطوها في سبيل النهوض بمصر إلى المستقبل وتنفيذ خارطة الطريق التي لطالما حلم بتحقيقها المصريين. الأحزاب والقوى السياسية طوت صفحة الاستفتاء على الدستور التي حقق فيها الشارع المصري نجاحا مبهرا، وفاقت نسب تأييد الدستور 98%، وذلك قبيل أن يتم الإعلان رسميا من قبل مؤسسة الرئاسة عن ترتيب الاستحقاقات الانتخابية التالية لاستفتاء الدستور. وظهرت خلال الفترة الأخيرة عدد من التحالفات السياسية التي من المقرر أن يتم العمل خلالها بشكل جدي الآن، لتدخل الفصائل الوطنية في تحالفات سياسية وانتخابية لمواجهة جماعة الإخوان الإرهابية. منذ اندلاع ثورة 25 يناير، صعدت أحزاب وتيارات الإسلام السياسية وهوت بعد 30 يونيو، ليكون بذلك حزب النور الذراع السياسي للدعوة السلفية والحزب الوحيد ذو المرجعية الدينية الموجود في المشهد السياسي حاليا. وعلى صعيد متصل، رجحت مصادر أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وذلك على خلفية جلسات الحوار الوطني الأربعة التي أجراها الرئيس المؤقت عدلي منصور مع ممثلي القوى الوطنية، وهي الحوارات الاسترشادية غير الإلزامية، والتي أظهرت اتجاها قويا لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، على اعتبار أن أحد أبرز مطالب ثورة 30 يونيو كان إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. مشاهدينا الكرام، مرة ثانية أرحب بحضراتكم، كما أرحب بضيفي في الأستوديو المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة. باشمهندس، تحياتي مرة ثانية. قبل الدخول في التفاصيل المتعلقة بشكل التحالفات السياسية في المرحلة القادمة، قراءة سيادتك لأبرز نتائج الاستفتاء على الدستور. أولا، هي نتيجة طبيعية، يعني كل من تابع عملية الاستفتاء وشارك فيها رأى أنها تمت بنزاهة وبشفافية، والنتيجة تطابقت مع المشهد اللي احنا تابعناه سواء من خلال الفضائيات أو من خلال حضور الاستفتاء. يعني مسألة طبيعية ومنطقية، وإن الأمر لا يستحيل أيا كانت الجهة المتربصة إنها تشكك في صحة ونزاهة العملية الانتخابية اللي تم فيها الاستفتاء. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، إن النسبة اللي خرجت بها نسبة الحضور هي نسبة بالمعايير العالمية للدول المتقدمة ديمقراطيا هي نسبة جيدة، اللي هي حوالي 38 وكسر، واللي بالترجمة لحوالي 20 مليون حضور. نمرة ثلاثة، أن هذه النسبة ليست على عهدة أحد، يعني بمعنى أن لا فصيل سياسي ولا شريحة سنية ولا اتجاه بعينه هو اللي دفع المواطنين. هي الحضور العام، حضور مسؤول عنه. يعني انت تقصد انه اختفت اليات الحشد والحشد المضاد في كل الاتجاهات، ومن خرجوا للمشاركه في هذا الاستفتاء خرجوا بشكل عفوي وطبيعي، وتوجهوا الى صناديق الاقتراع من كل الفئات، من كل الفئات وكل التيارات السياسيه، كل التيارات السياسيه. وده امر يجعل ان الشعب المصري المسرح السياسي مفتوح للجميع، مفتوح للجميع، والمواطنين اختاروا بكامل ارادتهم. الحاجة الاخيرة، ان الجماعة الاخوان اللي بنسميها الارهابية
تم الحكم عليها بشهادة موثقة لصالح أن تخرج من المشهد السياسي. هذه الجماعة بما تفرغت له من عمليات ترويع وتخريب وصدام وإثارة الفوضى في الشارع حكمت على نفسها أمام الرأي العام المصري التلقائي بدون توجيه إلى أنها خارج المشهد السياسي وربما لسنوات طويلة. يعني ده الجزء اللي يخص الغرض من التصويت. الأمر الأخير بقى هو إن استحقاقات الدستور. وهنا بقى نأتي إلى إن الشعب المصري أدى نسبة بتفوق 98% بنعم على مواد الدستور، وأصبحت هذه مسؤولية على المتصدي لصناعة القرار أنه يمتثل إلى هذه الإرادة وينفذ ما جاء به الدستور من نصوص سواء تخص العدالة الاجتماعية أو الحريات. طيب يا فندم، يعني البعض بيقول شكل التحالفات في المرحلة القادمة ربما يختلف، لأن دور الأحزاب في الاستفتاء على الدستور ما كانش واضح بشكل أو بآخر في حشد المواطنين في التوجه إلى صناديق الاقتراع. أولا، أنت تتفق مع هذا الاتجاه؟ اختفى دور الأحزاب بشكل أو بآخر، أم أنه كان هناك دور للأحزاب في توجيه الناخبين إلى صناديق الاقتراع؟ يعني أنا من غير افتاءات على الأحزاب، في أحزاب تحركت احنا منهم، وتحركت على مستوى يعني معظم محافظات الجمهورية. إنما إنها تنسب الفضل لأن الجماهير خرجت بناء على ضغط أو حشد أو ما شابه ذلك من الأحزاب، أقول لك لا، يعني دي تبقى زيادة شوي. تمام. إنما خلينا نقول إن في بعض الأحزاب مارست هذا عمليا، وان المشهد السياسي طبيعي ان احنا نقول ان احنا عندنا احزاب عمرها لا يتجاوز سنوات قليلة، وان احنا متعجلين في الحكم على الاحزاب. احنا مثلا على سبيل المثال احنا الكرامة منقدمين من سنة 1997 لم نحصل على رخصة الا بعد الثورة في عص 2011. الأحزاب زي المصر الديمقراطي حصل على الرخصة بعد الثورة، المصريين الأحرار شأنه، الدستور شأنه، المؤتمر شأنه. يعني أنا بعتقد أن النظرة إلى التجربة الحزبية بعمرها القصير يظلم الأحزاب اللي طلب منها ما هو أكثر من هذا. طيب فندم، اسمح لي أن أخذ من كلام سيادتك فيما يتعلق بأن احنا متعجلين في الحكم على الأحزاب. طيب أنتم متصورين شكل المرحلة السياسية القادمة بإذن الله إزاي؟ يعني فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، يعني هناك توقعات بأن تجرى الانتخابات الرئاسية أولا، إذا كانت الأخرى وأجريت الانتخابات البرلمانية أولا، يعني شكل العمل السياسي فيما يتعلق بالأحزاب المصرية اللي منها حزب الكرامة يكون إزاي على أرض الواقع؟ يعني شوف، أنا طبعا من المحبذين للغالبية التي انضمت لفكرة ان الانتخابات الرئاسية اولا، لانها ستساوي ان معظم الاحزاب سوف يكون لديها فرصة للتوافق على مرشح رئاسي، وان احنا نخرج من هذه المرحلة الثانية لدينا رئيس جمهورية منتخب ومختار وباقل قدر ممكن من الخلاف. طيب مش مهندس، اسمح لي اتواصل مع سيادتك، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام ابقوا معنا.